فيها سيارات عنا لواز كهرباء فيها زيوت فيها مازوت فيها سيرانس فيها كياس فيها ريس في الكياس اكسيدونات حكايات ما عنا حتى حقك هيك عايشين هواوي عبارة في الجاهلية اللي خدم يجيب عشاه واللي ما خدمش يموت بالشر وحتى واحد ما سال عليه جماعة النقابة اختي يخدموا في مصالحهم في بلد سعدون وفي المحطات الكل المحطة نصلحوا فيها في بفلوسنا اي حاجة ندفعوا عليها حتى ورقة الطريفة نورمالمون تجينا بلاش ما متاع التجارة والصناعة ندفعوا عليها الفلوس فهمتي اختي الغالية سامحني في الكلمة راهو عبارة كل الواجيز حطوا له كعبة باي ويمصوا له في دمه نخبوا من تونس نمتنا خمتانا للحدود الجزائر التالة الساقية احنا الارهاب قاعدين مساعدين فيه احنا كنت نقوى مشتبه فيه مشتبه فيه نزول المركز نشوفوا المركز الساق بتاعه احنا بالنسبة لنا جنود في الخفاء نفليها الان تنفخم باش الموت والله الخدام انا لك باش نخلصهم تكلم راهم ضيعونا ما يخلص حتى واحد التاكس انا نضيعوا كان نخلصوا التاكس راكم فيه الكون ما غنيش قادرين كيف باش نخلص مني بالجي مني بالجي باي لم حد مازوت مانيش خاطر نمشي نصبوا المازوت من الكيوسك نصبوا في المحروقات المهرب كهربا جديدة كيما ذي 160 صب في المحروقات المهرب عليه خلصوا بيه بشهر يعني زيادة متاع شهر والله حيوانات صراحة والله العظيم ربي شنية واحد ولي يخلص باتين من كانت في العام 120 ولي يخلص في الشهر والتعام نحن علينا التاكس والباتين وأول مرة اللواج راي تعمل إضراب راي أول نهار هذا تعمل اللواج إضراب يعني ما صارتش قبل اللواج جميع قبل باش عاملة تقريب وعليه هذا كلهم الظلم ما عبالهمش بينا جملة ما عندناش لا حقوق حتى في الطريق ما عندناش حقوق في جملة واحد ما يعرفش على روحه راه يروح واللي يموت ما يدريش يخرج من الدار ما يعرفش على روحه شبيه ما تبعوش الاسلام وين اللي عندهم شركات وهو متخافين عليها اللي هم حاربين بالمليارات ويتبعوا فينا احنا نصور في زفران كنعرف باش نعيشوا عائلات مع زيادة الاسعار تعرفوا فيها الناس كل كيلو الحم وصل 25 الف عليه نولوا نترجوا فيه كان على الجزار احنا ما ناكلوش ما عندناش الحق باش ناكلوه روحي قاعدين نخلصوا في التاكسوات والذهاب كيف اللي عندهم الاكسيس ديارهم على البحر وبالبيسين وبالجاكوزي وقلي احنا هنا الكل عايش على الكافتاجي والدخان المطالب في التاكس كان 40 دينار زادوا 10 ولا 50 في الشهر ياسر علينا دولتنا اما في زياده تكون في حدود معقول كنا نطالبوا بالاسيرونس من زوز ملايين وتنتي طالع في نورمال و5 ملايين و6 ملايين في الواحد يبانا باش نتشكاو على اساس خفضونا فيه سبعة والباتين كنا نخلصوا واحد 550 كل واحد كيفاش يعني خدمة الطلب رفعها تا وقال لك 100 دينار في الشهر ولا هي 50 دينار 100 دينار في الشهر 100 دينار يولي خويا الضمان داو تاكس 170 دينار كل شهر الضمان الاجتماع حياتنا كامله للجار وكبار وصغار انا بما فيه تيتم مركب عد السنين انا باش نقول فهم مركب عد السنين نمشي كود فار المرايات هذه قويه وهذه وش اللي جيت باش ناخذ السي ان اس اس قال لي لا اخويا على 65 يا ودي راني قال لك لا تكمل لي العامين اللي مزغي واش تعطيني بعد 120 الف نعم يعني التاكس الصباح اغلى من اللي باش ناخذوا هي الدوله دولتنا راه اما اخويا بحدود المعقوله جينا قدمنا في المجلس التأسيسي بلغنا طلباتنا اللي هي الأتاوة واللي هي المساواة بين الناقلين في التاكس وفي الباتين وفي كل شيء
السيد المكلف بالماليه وعدنا بالشهرين ما نخلصوش التاكس يلتتسوى وضعياتنا كل. طلبنا المساواه بين الناقلين في التاكس في الاسيرانس في الباتين في كل شيء. طلبنا محطات، طلبنا تحرير عمر السياره بينا وبينهم فحص فني، طلبنا التقاعد على 55 عام بالنسبه لسائق سياره رجل الواج. شكون اللي وعدكم التاسيس؟ سي الفرجاني تغمان مكلف بالماليه في مجلس النواب. باهي في صوره بهذا كان ما وفاش بالوعد نتاعو. اعتصامنا مفتوح، اعتصامنا مفتوح، احنا نتوخاو السلوك الحضاري، ما نحبوش الفوضى، ونحبوا ننهضوا ببلادنا وبشبابنا، ونحبوا نعاونوا اللي يخدموا مش اللي عقلوا في تونس.